هل اسم المسار من أسماء الله الحسنى؟ هذا مبني على سلامة وصحة حديث مبني على سلامة وصحة حديث إن الله هو القابض الباسط المسعر، فمن حسنوه بعضهم يعتبره اسما وبعضهم لا يقول ليس باسم لأنه لا يدعى به، والله قال ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. فهذا يعني الاسم فيه اختلاف شوي، أسماء الله الحسنى منها أسماء مختلف فيها، أسماء ثابتة قطعا الله الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الله الرحمن الرحيم الله الحي القيوم، أسماء ثابتة لا اختلاف فيها، وأسماء فيها بعض الاختلاف، وأسماء الراجح ليست بأسماء. بارك الله فيك.